تضحكوا يا بلاد. السعايدة منورين عندينا على راديو الأهرام. هنلف بيكم بلادنا كلها ونسلموا على أهالينا وإخواتنا هنا. هنبدأ من محافظة بني سويف وناخدوكم في رحلة طويلة قوي، المنيا وأسيوط وسوهاج وبلاد الصعيد كلها. هنتعرف معاكم على عاداتهم وتقاليدهم ونتحدث كمان عن مشاكلهم. الصعيد وصل على راديو الأهرام مع أيمن عثمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، مستمعي راديو أهرام الكرام، وحشتونا قوي، وهنأكد عليكم ان احنا هنحبوكم قوي، وما يحلى الكلام الا بذكر نبينا عليه الصلاة والسلام. صعيدي انا، لي عاداتي ولي تقاليدي، اصلي انا صعيدي، اللي يروح مني بالقوة اتعلمت نجيبه بايدي، واللي يقدرني بتقديري يبقى عمي ويبقى سيدي، واللي يحس اللي قوايا ود عمي يبقى حبيبي، وعمري ما نزعل من الأيام، أصلي أنا مآمن إن اللي صبني ده يبقى نصيبي. ونرجع تاني مع حضراتكم لمحافظة المنيا عروس الصعيد. كلمة المنيا هترجع ليه أصلي هالكلمة الفرعونية دي؟ اسمها موني. إيه موني دي تي؟ موني دي يعني معناها البيت أو المنزل الكبير أو الواسع. ومحافظة المنيا يا ود عمي إحنا ما هنبلغوشي لو قلنا إنها متحف كبير قوي وسجل قديم لعصور كثيرة مرت على بلادنا. مش بقول لكم مصر دي بلادنا، بلد التاريخ، هي التاريخ ذاته. يبقى المنيا فيها كثير من الأثار الفرعونية والرومانية واليونانية، مش بس كده، لا والله ده كمان فيها كثير قوي من الأثار القبطية والإسلامية. يعني لو تكلمنا عن الأثار الإسلامية هنلاقوا مسجد المصري ومسجد الفولي وزاوية السلطان وطهنة الجبل، اسمها كده طهنة الجبل، واسطبل عنتر، وما ننسوش معبد الملكة حتشبسوت الموجود في تل العمارنة بردي. وفيها كتير قوي من الأديرة المسيحية، يعني عندك مثلا دير السيدة العذراء بجبل الطير، وكنيسة العائلة المقدسة بملاوي، ودير الأنبا صموئيل. لو هنحكوا ما هنخلصوش في الأزرة اللي هناك دي والأثار الإسلامية والقبطية اللي في المنيا، وكل منطقة فيها أثارها. لسه إحنا دلقيتها نتكلموا برضي عن محافظة المنيا، يعني مثلا منطقة الأشمونيين هتلاقوا فيها أثار يونانية ورومانية. يبقى يا ود عمي مش بس أثار إسلامية وقبطية، لا ده فرعونية ويونانية ورومانية. طيب عايزين نسألكم سؤال، أنا مقبرة إيزادورا الموجودة هناك بتاعت مين المقبرة دي؟ المقبرة دي نقوله تاني اسمها مقبرة إيزادورا. المقبرة دي من عصر الإمبراطور اللي اسمه هادريان، اسمك ده هادريان إمبراطور كبير. وكانت المقبرة دي لفتاة يونانية بتة تقريبا، يعني بتة ماتت غرقانة، يعني الله يرحمها بقى غرقانة. أبوها بقى عمل لها البيت ده، البيت الجنائزي ده، وكتبوا فيه هناك كتابات يونانية حزينة هيرسوها فيها لأنها ماتت غريقة. ده اسمها إيه دي؟ اسمها مقبرة إيزادور. ومعايزينش ننسوا زي ما قلنا في البداية مسجد العمراوي، يعود تاريخه إمتى؟ للعصر الفاطميين. ومسجد الوداع من أقدم المساجد اللي اتبنت في عصر المماليك. متى جددوه مسجد؟ جددوه متى؟ جددوه في العصر العثماني. يبقى زي ما قلت لكم مفيش زي بلادنا في الدنيا، والله يا أولاد بلادنا تستحق منا كتير قوي. الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلموا عن الزواج في المنيا، عاداتهم إيه؟ أولاد عمنا وإخواننا وحبايبنا في المنيا إيه عاداتهم في الزواج؟ إيه تقاليدهم؟ ده اللي هنعرفوه في الحلقة الجاية إن شاء الله. وما عايزينش نتقلوا عليكم، بس نسيت كلمة واحدة بس، اسمها طهنة للجبل. والحلقة الجاية إن شاء الله نتكلموا عن الزواج عند أولاد عمنا في المنيا وإخواننا هناك، إيه عاداتهم؟ إيه تقاليدهم؟ إيه الحاجات اللي يعملوها في الزواج وأفراحهم هناك؟ كل ده هنعرفه إن شاء الله في الحلقة الجاية بعد ما مرينا على الأثار كده مرة سريعة، يعني لأن الكلام يطول وما يحلى الكلام إلا بذكر نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. الصعيد وصل على
صعيدي وصل على راديو الأهرام مع أيمن عثمان.